إن شاء الله درس اليوم راح يكون عن كيفية تفصيل وخياطة هذا الموديل من روب سواري اللي راح يصير على هذا الشكل. لاستعمال باترون مجسم الإنجليزي المصغر، هنا التقسيم على 3، راح أقوم بإعادة رسم نفس الباترون. سبق لي وشرحت طريقة تفريغ البنسات أو عمل مستي أو صدرية، راح أقوم بعمل نفس الخطوات لكن هذه المرة بمقاس مصغر. بالنسبة للدرس راح أقوم بتركه في صندوق الوصف. هنا راح أقوم بتحديد الجزء الأول بهذا الشكل، القطعة الأولى. بالنسبة للقطعة الثانية بهذا الشكل. راح أقوم بتحديد منتصف الكتف والدخول بأربعة سنتيمات في المقاس الحقيقي ورسم حرضة إبط جديدة. راح أقوم كذلك بالنزول بثلاث سنتيمات في المقاس الحقيقي. هذا الجزء الثاني. الآن راح أقوم بقص هذه القطعة بهذا الشكل، ثم قص هذه الدائرة. راح أقوم برسم خطين بهذا الشكل ابتداء من الدائرة والدخول في القطعة الثانية، أي مكان تواجد الدائرة. وبالنسبة للقطعة الأولى خط واحد بهذا الشكل، أي مكان الخياطة ومكان رجوع الدائرة إذا قمت بحذف الدائرة حتى لا يقع اختلاط. بهذا الشكل أقوم دائما بتحديد مكان الصحيح. الآن راح أقوم بحذف هذه البنسات. تثبيت بشريط لاصق عند حذف كل بنسة. هكذا يصير الشكل النهائي. هنا مكان رجوع الدائرة بهذا الشكل. لاحظوا معي شكل الصدر ليس بخط مستقيم، هنا فراغ. الآن راح أقوم بتعديل هذه الخطوط. هنا يوجد فراغ، أي يجب استعمال الكيرف وليس خط مستقيم. راح أقوم بقص الدائرة بهذا الشكل إلى جزئين بهذه الطريقة. لاحظوا معي هنا زاوية حادة وشكل الصدر بشكل دائري أو بشكل منحنى. يجب حذف هذا الجزء الظاهر هنا وذلك باستعمال الكيرف. بهذه الطريقة ورسم منحنى بهذا الشكل راح تكون البداية من بداية الدائرة وحذف هذا الجزء بهذه الطريقة. بسبب وجود شريط لاصق الحبر لم يظهر على الورقة، راح أقوم الآن بقص هذا الجزء بشكل منحنى بهذه الطريقة. هكذا يجب أن يكون شكل الدائرة بهذه الطريقة. الشكل الآن صار ممتاز. نفس العملية لباقي نصف الدائرة الثانية، راح أقوم بحذف هذا الجزء باستعمال الكيرف.
هكذا يصير شكل القطع. لاحظوا معي بهذا الشكل. نفس العملية راح تكون بالنسبة لهذا المكان. باستعمال الكيرف راح أقوم بحذف. بالنسبة للمقاس الحقيقي هو سنتيم واحد على مستوى الخصل، ورسم بالكيرف بهذا الشكل منحنى. لاحظوا معي شكل القطعة على المكان، شكل ممتاز وعدم وجود أي زيادة. بالنسبة للجزء العلوي راح أقوم بتثبيت دائرة على مكانها السابق بهذا الشكل، ثم حذف هذا الجزء ورسم تقريبا بهذا الشكل خط جديد، وتقسيم الدائرة بهذه الطريقة إلى ثلاث قطع. بالنسبة للخلف باستعانة بالأمام نفس قياس الكتف وكذلك نفس قياس حرضة الإبط، ثم رسم بالكيرف حرضة الإبط الجديدة. بالنسبة للظهر هنا راح أقوم بالنزول بهذا الشكل، القطعة الأولى القطعة الثانية. الآن راح أقوم بقص الأجزاء. هكذا يصير الشكل النهائي للباترون خاص بالبستي أو بالصدرية بهذا الشكل. راح أقوم بالطي القماش على 2 ووضع الأجزاء بهذا الشكل وتثبيت الباترون، ثم رسم مكان الخياطة بهذه الطريقة مع ترك مسافة سنتيم واحد حق الخياطة. بالنسبة للجزء الخاص بالخلف راح أقوم بترك 4 سنتيمات مكان السحاب. أنا راح أقوم بتفصيل القطع. باستعمال ورق الكربون الأبيض وتريسين وير راح أقوم بنسخ نفس خطوط الباترون بهذا الشكل أي مكان الخياطة. الآن راح أقوم بتثبيت القطع مع بعض. أولا راح أقوم بأخذ القطعة الخاصة بالخلف وخياطة الجانب بهذا الشكل، القطعة الأولى مع القطعة الثانية. يصير شكل القطعة عند الخياطة. الآن راح أقوم بعمل بونين في هذا المكان لإعطاء شكل القطعة بشكل ثابت مثل هذا الشكل. هنا مكان تواجده حتى القطعة تكون في مكانها الصحيح على الجسم. تكون الخياطة على سنتيم واحد وإدخال هذه القطعة البلاستيكية واسمها هو بونين. يوضع هذا القطع من البلاستيك بهذا الشكل، هنا سنتيم الخياطة ثم الخياطة بهذا الشكل. يوجد نوع ثاني من البونين وهو من الحديد أو من ستانلس بهذا الشكل، كذلك يتم استعماله بنفس الطريقة ترك سنتيم واحد وخياطة بهذا الشكل، لكن المستعمل أكثر هو هذا النوع البلاستيكي. في علي إكسبرس الدخول إلى محرك البحث راح أقوم بكتابة بونين بهذا الشكل، وراح تظهر لي كل الصور أو المواقع الخاصة بهذا
القطعة. هذا هو شكله على النت. النوع الحديدي يكون بهذا الشكل، تكون تقريبا طوله الكلي هو 40 سنتيم. النوع البلاستيكي وأنا أنصحكم به لأنه يكون الطول 10 أمتار 5 أمتار حسب الاختيار، ويمكن استعماله في ليس فقط في الجزء العلوي وإنما حتى في الجزء السفلي الخاص بالتنورة لتثبيتها وإعطاء الشكل للتنورة. يمكن الاستعانة بهذا النوع كيبل تاي في استعمال بونين بهذا الشكل لتثبيت القطعة وإعطاء شكل الجسم. الآن راح أقوم بتثبيت القطع الأمام بهذا الشكل مع بعض ثم الخياطة. الآن راح أقوم بانتقال إلى خياطة قطع الدائرة بهذا الشكل. ثم خياطة الجزء العلوي باقي الدائرة. شكل الدائرة ممتاز يأخذ شكل الصدر. الآن نقوم بتثبيت هذه القطع مع بعض مع التركيز مكان رجوع كل قطعة إلى مكانها السابق. هكذا يصير شكل القطعة عند الخياطة. شكل القطعة ممتاز على المانيكان. الآن راح أقوم بخياطة الكتفين والجوانب. تقريبا شكل القطعة صار جاهز. يمكن استعمال هذا المقاس، تبقى فقط مسألة اختيارية. تأكد من أن كل شيء في مكانه الصحيح على المانيكان. كل شيء ممتاز. كذلك حبة الإبط، هنا مكان حق الخياطة. خطوط الصدر كلها في مكان صحيح، فقط هنا مكان تواجد أو استعمال البونين. هنا الخلف راح أقوم بحذف هذا الجزء بهذا الشكل، رسم خط الخصر بهذه الطريقة. الآن راح أقوم بتفصيل القطعة الثانية أو النوع الثاني من القماش، راح يكون من الدانتيل. الآن راح أقوم بحذف هذا الجزء من الخلف بهذه الطريقة وتصحيح الباترون حتى أتمكن من تفصيل الشكل الجديد. بالنسبة لهذا القماش الأول راح يشكل لي البطانة، وهذا النوع الثاني من الدونتيل راح يكون هو شكل القطعة. راح أقوم بإعادة تفصيل كل القطع.
بالنسبة لكيفية حساب طول القماش، أولا حقوم بأخذ الطول من الكتف إلى الخصر بهذا الشكل. هنا المنكار مقاس مصغر، راح أقوم بضرب 16 × 3 وإعطائه الطول الحقيقي. طول القماش هو 0.5 متر وعرضه 1.5 متر. هنا راح أقوم باستعمال هذا الجزء، الآن راح أقوم بالتفصيل حسب الباترون بهذا الشكل. هنا قطعة الدانتيل لا تكفيني، راح أقوم بتثبيت بهذا الشكل. قص القطعة بهذه الطريقة، ثم قص الباترون من هنا واستعمال قطعة أخرى من الدانتيل وتفصيل هذا الجزء الباقي. شكل الدانتيل ليس مستقيما، راح أقوم بحذف هذا الجزء هنا، ثم إعادة هذا الشريط إلى مكانه بشكل خط مستقيم بهذه الطريقة. راح أقوم بنفس العملية بالنسبة للخلف. الآن راح أقوم بتثبيت القطعة مع بعض والتأكد من مكانها الصحيح، ثم الخياطة. بالنسبة لهذا الجزء راح أقوم بتثبيته بشكل خط مستقيم بهذا الشكل. لاحظوا كيف يصير شكله النهائي. بالنسبة للقطعة الثانية الخاصة بالخلف، لم أنتبه أو لم أقم بترك مسافة خاصة بالسحاب، راح أقوم بإعادة تفصيله مرة أخرى وترك مسافة 4 سنتيم. هكذا يصير شكل القطعة الخاصة بالخلف عند الخياطة. الآن راح أقوم بتثبيت القطعة الخاصة بالأمام والخياطة. شكل الدائرة ممتاز على المنكار، كل شيء في مكانه الصحيح. الآن راح أقوم بتثبيت القطع مع بعض.
شكل القطعة ممتاز على أماكن بدون أي زيادة وكل شيء في مكانه الصحيح. لاحظوا معي شكل الصدر ممتاز على القطعة. الآن راح أقوم بخياطة الكتفين والجوانب. هكذا يصير شكل القطعة. تبدو القطعة شكل ممتاز. الآن راح أقوم بوضعها على المانكان والتأكد من أن كل شيء في مكان الصحيح. الآن راح أقوم بتثبيت قطعة الدانتيل مع البطانة. أولا راح أقوم باستعمال البونين، راح أقوم بقص طول القطعة بهذا الشكل. بالنسبة لي راح أقوم بقص مرة أخرى حتى أحصل على هذا السمك، ثم الخياطة والتثبيت هنا لأني فقط عندي ربع سنتيم لا يكفي لاستعمال آلة الخياطة، راح أقوم بالخياطة باليد. لاحظوا معي شكل القطعة أخذ مكانه الصحيح باستعمال هذه القطع البلاستيكية. قمت بخياطة كل القطع البلاستيكية في الجوانب بهذا الشكل. الآن سأقوم بتثبيت البطانة مع الدانتيل. وجه البطانة يجب أن يكون مواجها لوجه الدانتيل. الآن سأقوم بخياطة حردة الإبط ثم قلب القطعة بهذا الشكل والتثبيت مرة أخرى بهذا الشكل. نفس العملية بالنسبة للجزء الثاني وكذا يصير شكل القطعة. الآن راح أقوم بخياطة الدائرة بهذا الشكل وتأكد من أن الخياطة مع بعض بهذه الطريقة والتثبيت بالدبابيس والخياطة حتى يأخذ كل شيء مكانه الصحيح. راح أقوم بطي نصف سنتيم بهذا الشكل ثم تثبيت القطع مع بعض بالخياطة بهذه الطريقة. هكذا يصير شكل القطعة، كل شيء في مكانه الصحيح. بالنسبة لهذا الجزء راح أقوم بطي نصف سنتيم ثم الخياطة. هكذا يصير شكل القطعة عند تثبيت البطانة مع الدانتيل. هنا راح أقوم بحذف هذا الجزء على مستوى الخصر مكان الزيادة. شكل ممتاز على المانكان، عدم ظهور أي زيادة، كل شيء في مكانه الصحيح. بالنسبة لطول التنورة سيكون متر واحد أو طول خاص بكل شخص. ضرب ثلاثة أي راح أقوم باستعمال شكل دائري عند التفصيل، العرض متر ونصف و
الطول 3 أمتار بهذا الشكل. طريقة تفصيل دائرة سبق لي وقمت بشرحها في دروس سابقة. رح أقوم بتفصيل دائرة أخرى من البطانة. هنا استعملت الستان وقماش خاص بالبطانة. رح أقوم بتثبيت القطع مع بعض والخياطة. رح أقوم بكي القطع حتى لا يظهر أي كشكشة أو انكماش في البطانة أو قطعة الستان. لإعطاء حجم للتنورة استعمال هذا النوع من القماش كما يظهر في الصورة، وهذا هو اسمه. نحتاج إلى 2.5 متر، هو طول هذه الشبكة، وعرضها هو 1.5 متر، فرح أقوم بتقسيمها إلى 3 أجزاء، 0.5 متر في عرض الشبكة والخياطة، والحصول على شريط واحد طويل بهذا الشكل. رح أقوم بالتثبيت بعمل طيات بهذه الطريقة وتوزيع المسافة. هكذا يصير شكل القطعة من بعد الخياطة. لاحظوا معي أن البطانة تأخذ شكلها وعدم وقوع أو حدوث أي انكماش. بالنسبة لطريقة التثبيت راح تكون بهذا الشكل، البطانة تواجه الجسم بينما هذه الشبكة تواجه قطعة الستان. النوع التالي من القماش هو التول. رح أقوم بتقسيم التنورة إلى 4 أجزاء بهذا الشكل ورسم خطوط بشكل دائري بمسافات متساوية، أي مكان الخياطة بالنسبة للتول على قطعة الستان. بالنسبة لقياس التول، المقاس الحقيقي هو 0.40 سنتيم في العرض، بينما طول التول راح يكون 7.5 أمتار لإعطاء كشكشة للقطعة. هذه المسافة ضرب 4، أي عدد طبقات التنورة. في أسفل التنورة راح أقوم بخياطة الدنتيل بهذا الشكل. بالنسبة للطبقة الرابعة من التول راح أقوم بعمل دنتيل أو خياطة دنتيل بهذا الشكل في أسفل التول بهذه الطريقة، ثم خياطة مسافة 1 سنتيم هنا في الأعلى، ثم راح أقوم بجر وعمل كشكشة. يجب على طول هذه الكشكشة أن يكون مساويا لطول الدائرة بهذا الشكل. توزيع المسافة بهذه الطريقة. الآن راح أقوم بتثبيت قطعة الدنتيل على الستان بهذا الشكل. وهكذا يصير شكل التول أو الطبقة الأولى عند تثبيت على قطعة الستان. راح أقوم بنفس العملية لباقي الأجزاء. طريقة خياطة التول هي ترك 1 سنتيم، ثم خياطة بهذا الشكل بخط مستقيم.
وعمل كشكشة. توزيع كشكشة التيول على هذا الخط يجب أن تكون مساوية للدائرة الثالثة. الآن راح أقوم بالخياطة. وهكذا يصير شكل القطعة، الدائرة الأولى أو التيول الطبقة الأولى والتيول الطبقة الثانية. راح أقوم باستمرار بعمل نفس الشكل، لاحظوا معي بهذه الطريقة، الطبقة الأولى الثانية الثالثة والرابعة. بالنسبة للبطانة يجب وضعها بهذا الشكل، ثم راح أقوم بوضع المانكان وتأكد من أن كل شيء في مكانه الصحيح. شكل ممتاز للتنورة، وهنا حجم كبير بالنسبة لهذه القطعة. لاحظوا معي كيف يجب عمل هذا الترتيب. الآن راح أقوم بتثبيت التنورة، راح أقوم برفع الدونتيل وتثبيت التنورة مع قطعة البطانة الخاصة بالجزء العلوي. راح أقوم بطي الدونتيل بهذا الشكل، ثم توزيع مسافة التنورة مع بطانة الخاصة بالجزء العلوي بهذا الشكل. الخياطة راح تكون على وجه القماش كما تلاحظون، أي أريد أن أقوم بالحصول على داخل القطعة يجب أن يكون نظيف وعدم وجود أي خياطة تظهر من داخل القطعة. لاحظوا معي شكل القطعة من الداخل يجب أن يكون بهذا الشكل. الآن راح أقوم بالخياطة على سنتيم واحد بهذا الشكل، لاحظوا معي داخل القطعة، ثم راح أقوم بحذف وترك نصف سنتيم فقط في هذا الزيادة. شكل القطعة ممتاز من الداخل. الآن راح أقوم بوضع القطعة بهذا الشكل ووضع الدونتيل الخاص بالجزء العلوي على مكان الخياطة، تثبيت بالدبابيس ثم الخياطة بالإبرة والخيط. أنا راح أقوم بالتأكد من شكل القطعة على المانكان وتثبيت السحاب في هذا الجزء. شكل القطعة ممتاز على المانكان، عدم وجود أي زيادة أو كشكشة في القطعة الخاصة بالبستية أو بالثنورة، كل شيء في مكانه الصحيح. بالنسبة لتنورة البطانة راح أقوم بخياطتها على حدة حتى أقوم باستعمالها مرة أخرى مع قطع أخرى. وهكذا يصير الشكل النهائي للفستان.